أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة قبل الإفطار. في حلقتنا لليوم بنهاية الأسبوع الأول من رمضان رح نروح في جولة لنتعرف من خلالها على عادات وطقوس رمضانية عربية جديدة. رح نبدأ حلقتنا من سلفيت اللي عندهم عادة رمضانية قديمة كتير نحكى عنها كتير روايات وقصص، عادة لسه لليوم أهالي سلفيت بيحافظوا عليها، وهي التوجه لنبعة مي اسمها عين المغراقة. بيروحوا هناك بكير ليعبوا مي ويشربوها على الإفطار. خلينا نروح سوا لسلفيت ونسأل أهلها هناك عن قصة هاي النبعة وصحة الروايات اللي انحكت عنها مع زميلنا محمد شتية متواجد حاليا عند عين المغراقة في سلفيت. أهلا فيك محمد. مساء النور علا وللسادة المشاهدين، يعني إطلالتنا الأولى خلال شهر رمضان المبارك راح تكون من أحضان الطبيعة وبالتحديد من عين المغراقة ومع إحدى العادات الخاصة بمواطني سلفيت وهي مجيء المواطنين إلى عين المغراقة لملء الماء من هذا النبع. روايات كثيرة نسجت حول هذا العين، أنه من يشرب منها لا يظمأ خلال أو طوال النهار، عدا عن كونها معلما سياحيا لمواطني سلفيت وقبلة للمواطنين خلال الشهر الفضيل. سندخل إلى داخل هذا النبع الذي تم بناء شيد فوق النبع مع المواطنين الذين بدأوا بالتوافد إلى نبع الماء. يعطيك العافية. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عرف عليك بدرية مرايطة. حجة بدرية، يعني انت زي ما احنا شايفين يعني زجاجات ماء بتعبوا من النبع، ليش؟ ما احنا بنحبش لهذا المي، نشرب منها نغلي شاي ونشرب نغلي قهوة ونشرب وبنحبها ذات المي هذا. من زمان بتيجي؟ من كل سنة في رمضان باجي هيك. شو بيميز هذا النبعة؟ هذه النبعة ميتها فيش زيها، بتشرب منها من دون ثلاجة بتغلى زي الذهب، ميتها صافية ومنيحة وما شاء الله عنها. كنتوا من زمان يعني؟ من زمان بكينا في السخانات نيجي نملي ونطلع عروسنا، واليوم نيجي بنملي، يعني دائما بنحبها وبنحب نيجي عليها. ما كان لك إلا يعني هذه نبع من تحت الأرض وميته منكهة وزاتي ومنيحة. الله يسعدك. كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يرضى عليك. معنا سيدة، تعرف عليك. أنا من نبيل السوس. منبيل يعني زي ما احنا شايفين معاك اطفال وبرضه بتعبوا مي من هون. في رمضان بنحب نيجي نعبي مي، بنحب ميتها. ساكنين هون قريه؟ لا احنا في الحيره الشاميه. بتيجي هون؟ جيت انا ودار بنتي من طول كرم، اجوا زورونا وجيت انا وياهم نعبي مي، ميتها مميز وزاكي والنبع دايما زاكي. وكل عام وانتم بخير. نتمنى انهم في السجن هسه يشوفوني وبهد السلامة لابني نبيل ولجميع الاسرى الموجودين عنده. كل عام وانت بخير. يعني زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين، يعني الاطفال والكبار جايين على نبعة المية. طبعا نبعة المية اللي هي من يعني من الاماكن التاريخية في محافظة في سلفيت، تم تشييد زي ما احنا شايفين بناء حول هذا النبع لحمايتها. معنا تعرف عليه غسان حسين حماد شتية. غسان كل عام وانت بخير. وانت بخير يا اخوي. يعني عادة رمضانية وعادة توارثوها المواطنين في سلفيت. صحيح. كل عام من في هذا المكان. احنا كل يوم تقريبا الساعة 6:30 بنيجي هنا احنا والاولاد، بنقضيها للساعة من المغرب، بنعبي مي لان ميتها زاشي مسكعة خفيفة على المعدة وبنقضي وقت. في كثير ناس من اهل البلد جميعا بيجوا على هاي البلد. كم كزازه بتعبي انت؟ بتعبي يعني للافطار؟ يعني الافطار وبنعبي الشاي. بتبلشوا تيجوا تقريبا من الساعه 6 تقريبا للساعه 7، بنروح على الساعه 7، يعني قدر ساعه ساعه وشويه هنا على العين الكبريه. يعني هي منطقه زي ما احنا شايفين منطقه برضه يعني بيارات قعدتها حلوه. بتجنن، طلع عليها في البر جمعياتها وبراد هواها نسيم بجنن. معنا طبعا يعطيك العافيه. الله يعافيك. بخير. معنا مواطن نتعرف عليه. ابو حبيب دير السودان. ابو حبيب برضو انت من دير السودان جاي على سمعه ال والله على السمعه، انا هي اول مره ساعات باجي عليها، بسمع انه مياتها ملاح وهذا، كنا نروح نشوفها وجينا. جيت من دير السودان هون. والله.
يعطيك العافيه. الله يجزاك عافيه. في دير السودان في نبع مي؟ في في نبع في. في يعني نفس العادات بيطلع؟ والله قليله خفت. يعني سلفيت لحد الان محتفظه في؟ بعرفش انا، هي اول مره باجي. روايات ما هي في روايات عن العين في روايات بسمع عنها وبقولوا عين سلفيت مليحه ايوه ما ومليحه للشاي وللقهوه زي ما كانت الحدي وللمعده اخرى. طبعا زي ما احنا شايفين يعني المواطنين بعبوا تقريبا زجاجات يعني كميه كبيره من الماء من هذا النبع. طبعا بلدية سلفيت كان لها بصمة في هذا المكان من خلال تأهيله ليكون صالح لقدوم المواطنين أصلا، وأيضا صالح للشرب الماء في هذا المكان. معي هنا الأستاذ أشرف زهد مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية سلفيت. مساء الخير وكل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. يعني أيضا تتواجد أنت يوميا مع المواطنين لفحص جودة الماء وعذوبة الماء في هذا المكان، تحكي لنا عن مواصفات الماء في المي اللي في هذا المكان. نعم، يعني العين الكبلية وعين مغرفة هي من ثالث أكبر الينابيع تدفقا في سلفيت. طبعا في نبع المطوي وفي نبع السكة ونبع عين الكبلية طبعا، وهي يعني الأكثر ورودا عليها من قبل المواطنين سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكن في رمضان يكثر عدد الوافدين إليها. كيف نسبة يعني المية، كيف جودتها؟ طبعا يعني في الفترات، فحص في الفترات الأخيرة نعم نقوم بفحصها، يعني من حيث المعادن وحيث وجود نسب النيتريت ومن حيث كثير من المؤشرات الكيميائية، فهي يعني جيدة جدا. في الفترة الأخيرة كمان يعني الفحوص الميكروبيولوجية يعني إلى حد ما تكون جيدة ومناسبة للشرب. طبعا أيضا بلدية سلفيت من بين الحين والآخر تقوم بعمل الصيانة اللازمة في هذا النبع من حيث النظافة، من حيث إزالة الأعشاب منها، من حيث بعض الإنشاءات اللي موجودة هنا. يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. يعني أعزائي المشاهدين، النبع المي مش قوي هي لدرجة، لكن الإقبال عليها كبير، تفي حاجة المواطنين خاصة أنها لا الشرب فقط. طبعا على يعني عادة من عادات سلفيت المتوارثة والمحببة لدى المواطنين في هذا الوقت من العام، وفي هذا الوقت من خاصة في شهر رمضان، يعني الروايات كثير أن المياه هذا النبع خفيف على المعدة. نتمنى يعني كل السعادة للمواطنين القادمين إلى هذا النبع، وخاصة أن يعني هذا النبع قبلة للمواطنين من سلفيت وخارج سلفيت، القرى المحيطة فيها لسمعتها وسمع يعني وطيب الماء منها. شكرا لك محمد. وبعد جولتنا بسلفيت رح ننتقل إلى دمشق الجميلة، لدرجة عندهم العادة مثل ما عرفنا أنه تبدأ العزائم الرمضانية من كبير العائلة وتستمر العزائم طيلة الشهر الفضيل، بيتخللها أكلات رمضانية وشعبية وأنواع مختلفة من المقبلات الشامية الزاكية. لنحكي أكثر عن تفاصيل هاي اللمة الحلوة للعائلة الشامية في رمضان معنا زميلنا من هناك مصطفى رضوان. مساء الخير مصطفى. يسعد لي أوقاتك علا وأوقات كل مين عم بيتابعنا على تلفزيون فلسطين ببرنامج قبل الأفطار. يعني اليوم موضوعنا كتير حلو، هو العزائم الرمضانية والسفرة الرمضانية، وفعلا هذا الشيء اللي جدا جدا بيعتنوا فيه السوريين والعائلات السورية، وهذا الشيء اللي محبوب جدا الاهتمام فيه هون كتير بسوريا. يعني إذا بدك مثل ما بيقولوا بالعام هم ملعبهم السفرة الرمضانية والعزائم الرمضانية. السوريين بشكل عام بيهتموا بالسفرة الرمضانية بداية قبل ما نحكي عن العزائم بشكل كتير كبير. يعني ممكن تلاقي بالسفرة الواحدة وجبتين أو ثلاثة، ممكن لاقي فتة، فول، شوربة، ممكن لاقي جميع الأصناف بالسفرة الرمضانية باليوم الواحد بس. وفعلا السوريين بشكل كتير 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 كبير بيهتموا بالسفرة الرمضانية. هلأ بينما إذا نحكي عن العزائم بشكل عام، العزائم الرمضانية أول شيء يعني ببداية أول يوم ببلش كبير العائلة أو أكبر حدا بالعائلة واللي له أهمية وقيمة كتير كبيرة بيعزم جميع أفراد
للعائلة، للكبار، للصغار، لحتى إذا بيكون في خناقة أو زعل بينتهوا كليا من دون ما أبدا من دون أي دعوة، أو حتى من دون ما كبير العائلة يحكي للعائلة بأكملها أنه يعزمهم ويقول لهم ويجوا على هذا اليوم. خلينا نعرف أكثر عن السفرة الرمضانية وعن العزائم لحتى نشوف كيف بيهتموا بسوريا للسفرة الرمضانية وللعزائم. مرحبا. أهلا وسهلا. كل عام وانت بألف خير يا رب. بألف خير يا رب. يا ريت خبرنا كيف ليش السوريين كثير بيهتموا بالسفرة الرمضانية وشو ممكن يكون موجود عليها؟ والله بالنسبة لرمضان دائما بالنسبة لسوريا ودمشق بالذات والشام بيهتموا بالعزائم برمضان باجتماع الأهالي والأهل، فبالأكثر شيء بيفطروا بالقشاش والحلويات، وطبعا أول يوم برمضان الناس بتعزم اخواتها واولادها وكراهينها وصرتها لحتى يتم الشمل، وبصير الحمد لله الفرح وجو رمضان كثير حلو. وطبعا من بعد منها بيجي الحلويات، وحلويات رمضان كثير مشهوره بالنسبه لسوريا عندنا هون. والله سبحانه وتعالى يعملك يا سوريا وشعبك وتضم هالمحبه وترجع الاهل مثل ما كانت، وترجع محبه مثل ما كانت، سوريا مثل ما كانت، وتشام حلوه. في شغلة بيقولوها هون للسوريين تحديدا قلب الشام انه ضرسهم طيب، يعني بتلاقي انه اول يوم كبير العيلة بيجتمعوا عنده كل العيلة. يا ريت خبرنا عن هاي التفاصيل، لساعتها موجودة؟ والله لساعتها موجودة بالعائلات اللي دمشقية القديمة، شايف شلون؟ هلا بالنسبة لنا الله يرحم والدي كان وقت بيجي رمضان كان يعزمنا، يعزم اخواتي، يعزم اسرته، وبتلاقي هالاكل والشرب والفرح، يعني سبحان الله جو رمضان غير بقية الاشهر البقية، يعني بتلاقي المحبة والرحمة سبحان الله. حتى بيقولوا انه كمان بتاني يوم رمضان الاخ الكبير هو اللي بيعزم، هو كمان اللي بيستلم العزيمة بعد اكبر واحد بالعيلة. مزبوط. طبعا هي دائما داجة، طبعا بلش بالاهل بالاوج الكبير، بعدين الاخوات، بصير كل واحد بقى بدك تعزمك تدله عزيمته وهو بده عزايم، وتبلش بقى يتنافسوا بالاكل الطيب والاكل والحلويات الطيبة والسهرات الحلوة والجميلة، وبيشتغل الطرب بعد منها سبحان الله. يعني شغلات سورية معروفة الحمد لله بالموضوعات، مو من هلا، من ايام من زمان قديم، يعني جو رمضان غير جو بقية الدول العربية كلها، يعني خاصة بسوريا بالشام رمضان له جو خاص، نكهة خاصة بأكله بشربه بمشروباته بحلوياته باجتماعاته مع الناس، محبة الناس بتزيد، الرحم، الصدقات بتزيد، شغلة حلوة حلوة حلوة. الله يليك ديم المحبة ترجع سوريا مثل ما كانت إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك، كل عام وانت بألف خير يا رب. يعني مثل ما عم نشوف علا هون اللي احنا مثل ما انا متواجدين بسوق ساروجا او باب سريجي عفوا، العجقه والناس موجوده، يعني مثل ما قلنا لكم العزايم الرمضانيه بيهتموا فيها بشكل كتير 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 كبير. الامر الاخر كمان اذا بدنا نحكي ونعرج عليه هي السكبه الرمضانيه، وهي العائلات السوريه كمان، يعني بتلاقي انه العيله لما عم تطبخ شيء بتعمل وجبه معينه بتعطي وجبة صغيرة أو سكبة رمضانية للعائلات للجيران، ودائما بيقولوا كلمة اشتهيناكم فيها، يعني ما بعرف كتير جوعناكم لحنا، أو فعلا الوجبات فعلا هون بسوريا في اهتمام كتير 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 كبير للسفرة الرمضانية للعزائم. يعني مثل ما بيقولوا كل السوريين ببلشوا يعزموا بعض، بتبلش الأقارب العائلات، يعني ما بيضل حدا إلا ما بيقدم العزائم، وفعلا هون بسوريا أهل الكرم يعني بتلاقي أنه عم بيقدموا جميع كل اللي ممكن يقدموا في بشهر رمضان المبارك. خلينا كمان نعمل كمان لقاء تاني وسؤال تاني لنشوف مين ممكن يكون معنا لحتى نحكي. يسعد لي أوقاتك. يا هلا أهلين. بدنا نسألك قديش اليوم بسوريا بيهتموا بالعزائم الرمضانية، لأي درجة أنتوا اليوم بسوريا بتحبوا هذا الشيء؟ أكيد منحب تستمع العيلة أول يوم، يستمعوا الشباب، يستمعوا البنات، وبعدين الأصدقاء والأصحاب والجيران. طيب في شغلة هي السكبة الرمضانية بين الجيران، يعني بتلاقي العيلة الوحدة عندها أكثر من وجبة لأنه بتلاقي في اشتهيناكم فيها هي السكبة، يا ريت خبرينا عن هذا التفصيل. دائما يعني أكلة ظريفة، طبعا لازم تكون أكلة ظريفة، وبحب أنا بحب جارتي وهي بتحبني ببعث لها، ليش لحتى ما أبعث لها، وفي فقير بالحارة كمان ببعث له هيك يعني. شكرا كثير لك.
يعني مثل ما عم نشوف علا، هاي الأجواء الحميمية اللي هون بسوريا برمضان، أجواء رمضان لها خصوصية فعلا عند الشعب السوري، من العزايم للسفرة الرمضانية للاهتمام بأدق التفاصيل. يعني حتى منلاقي بعد الإفطار منلاقي العيلة كلها مجتمعة على المسلسلات الحلو، السهر بالليل للسحور. يعني هاي تفاصيل فعلا كتير 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 حلوة، ومثل ما خبرونا هون باب سريجي إنه في لها اهتمام، ويعني بتلاقي بتركز عليها العائلات السورية بشكل كتير 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 كبير. هذا كان كل شيء علا هون بسوريا، هيك العزائم الرمضانية. وهلا منرجع لك علا، هيك كان كل التفاصيل عن العزائم الرمضانية والسفرة الرمضانية بشهر رمضان المبارك بسوريا. شكرا لك مصطفى. في فقرتنا الأخيرة لليوم منرجع إلى غزة، بنتعرف على عادات أهلنا في غزة وطقوسهم الخاصة خلال شهر رمضان المبارك. رح تاخذنا بهاي الجولة زميلتنا من هناك سماح أبو سمرة. أهلا فيك سماح. شكرا زميلتي علا. اكيد احنا الان عم نحكي معكم من قطاع غزة، تحديدا من منطقة الرمال. رح نتعرف بشكل اكبر على عادات المواطنين اليومية هون واللي بيقوموا فيها طبعا بشهر رمضان، وبتختلف العادات بهالشهر الفضيل عن بقية الاشهر الاخرى. فبنلاقي في صلة ارحام، في مواظبة اكثر على قراءة القرآن، كمان صلاة التراويح، صلاة الفجر، كله بيكون بالمساجد طبعا عدا عن الاعتكاف بالايام الأخيرة من شهر رمضان. رح نتعرف أكثر على هالطقوس، تابعونا مشاهدينا. تعالوا معنا نتعرف أكثر على عادات المواطنين بشهر رمضان. معنا مواطن، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا. الله يخليك، عرفنا على حضرتك. محمود كرم. محمود، رمضان كريم عليك وعلى أسرتك يا رب. الله أكرم، الله يخليك وانت بألف خير. الله يسعدك. محمود، احكي لنا أكثر عن العادات اليومية اللي بتقوموا فيها خلال شهر رمضان وبتمارسوها بهالأيام الفضيلة. تمام. اول شيء كل عام وانتم بخير للشعب الفلسطيني كله. ثاني شيء طبعا برمضان احنا خلال النهار بنروح بنفطر، بنشوف الاهل، بنقعد مع بعض، بنروح بنطروح، بعد ما نروح من الترويح بنتجمع بنقعد بنعمل قطايف من حلويات وشيء زي هيك. يعني رمضان شهر مبارك وشهر حلو كتير وبيجمع الناس كلها، وطبعا الانسان اللي بيكلمش الثاني بيتصالحوا مع بعض، بتجمع الاهل يعني بمعنى الكلمه. قديش بتحس هاللمه وهالاجواء العائليه حلوه بشهر رمضان والحلويات اللي حكيت لنا عنها، القطايف وغيرها؟ اكثر من رائع اكيد، اكثر من رائع. وبعدين هو شهر في السنه، مره واحده اللي بيجي بالسنه كلها، شيء اكيد راح يكون اكثر من رائع. وطبعا الشيء بيرجع للاسره وروحها وخفه دمها. معك حق، رمضان كريم. الله أكرم، أهلا وسهلا فيك. خلينا مشاهدينا نكمل فقرتنا ونحكي أكثر مع المواطنين. معنا مواطن، يعطيك العافية. الله يعافيك، رمضان كريم عليك. الله أكرم. احكي لنا أكثر عن العادات اللي بتقوموا فيها بشهر رمضان كعمال ولا كمواطن؟ اللي بدك إياه. كمواطن طبعا صلة أرحام أول حاجة، هي نستقبل رمضان أول شيء بأكلاته المعروفة، يعني كصلة أرحام طبعا. بعد الصلاة، صلاة التراويح، بتم زيارة الأقارب والأهل، القعدة الحلوة، بيضحكوا شوية وهيك يعني. أما كعمال طبعا نيجي من الصبح صايمين عطشانين، نفتح الساعة 10:30 لا قبل الفطرة بشوية، نفطر ونرجع نفتح المحل ثاني للوقت المسموح فيه العمل يعني. يعطيكم ألف عافية. بس بنلاحظ إنه اللي العمال واللي بيشتغلوا بآخره نوعا ما طبعا ساعات بداية العمل عن الأيام اللي غير رمضان. صحيح، ما هو هذا موسم وأنت عارف الأوضاع في غزة صعبة، يعني بدهم يشتغلوا الساعات للعمل. كل عام وأنت بألف. وأنت بالصحة والسلامة. العادات الرمضانية بتختلف من بيت لبيت، بس جوا كل بيت وداخل هالأربع جدران بنلاقي في عائلة دافية أكيد بتحتفل بجو رمضان بجو خاص إلها وعادات رمضانية خاصة فيها، رغم تشابه كل العادات الرمضانية ببعضها البعض أكيد هون أو برا كمان غزة، إلا إنه كل بيت له طعم ونكهة تانية باحتفاله بالعادات والتقاليد. معنا كمان مواطن، كل عام وانت بخير. وانت بخير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. الله يسلمك يا رب. الله يسعدك. احكي لنا عمو عن عاداتكم بشهر رمضان، شو بتعملوا خلال اليوم؟ والله في خلال شهر رمضان زيها زي باقي الأيام العادية، يعني مش بس بتفرق يعني حاجة بسيطة. شو اللي بيفرق بهاليوم؟ يعني بنهتم في الصلاة، الواحد بيهتم في الصلاة، في قراءة القرآن وأكثر من الأيام العادية.
بتروحوا كمان بتزوروا الاخوه والاخوات بتعيدوا زياره الرحم برضه كمان. كل عام وانت بخير. بخير يعني. مشاهدينا معنا كمان مواطن يعطيك العافيه. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى اهل غزه كلها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كيف شايفه اجواء رمضان السنه؟ والله الحمد لله، بس طبعا مع اجواء الحصار والهذا غزه تعاني 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 يعني. بعين الله، بس العادات اليومية الرمضانية لساتنا بنقوم فيها رغم كل شيء، كل الوجع رغم من كل الوجع وبكل ألم، إحنا بنحيي رمضان وبنقوم بكل واجبات رمضان إن شاء الله. طيب خالته احكي لنا أكثر عن العادات اللي بتعمليها بالبيت، العادات اليومية خلال هالشهر الفضيل. هي طبعا طعام الإفطار، بالنسبة لصلاة التراويح، زيارة الأقارب، هذه العادات تبعتنا في غزة إن شاء الله. الأشياء الحلوة هاي، الطقوس الحلوة. الاجتماعيات تبعتنا في غزة، اجتماعنا مع كل الأهل والأصحاب والهذا، هذه أجمل ما في غزة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب احكي لنا كمان عن اللمة لما يجوا يجتمعوا كل أولادك عندك بالبيت على طعام الإفطار، قديش هذه العادة يعني راسخة عنه ومستحيل حتى إنه تروح. طبعا هي سبحان الله دائما الأهل والأولاد والهذا هي أحلى لمة في البلد إن شاء الله. كل عام وأنتِ بألف. طيبة حبيبتي وشكرا لكم كثير، شكرا. رمضان كريم عليك، كل عام وانت بخير. الله يكرمك، كل عام انت بخير. وانت بألف خير يا رب. احكي لنا عن الأشياء اللي بتقوموا فيها بشهر رمضان، العادات اليومية اللي بتقوموا فيها. عادات اليومية عادي كالتالي، زينا زي الناس عادي، نصحى من النوم نصلي الفجر، نصحى الظهر نقرا قرآن، ومن عاد بنروح على الشغل بنأدي شغلنا، وهينا زي ما انتم شايفين. كل عام وانت بألف خير، يعطيك العافية. شكرا لك. أنا مواطن آخر، عرفنا على حضرتك. محمد السوسي. محمد كل عام وانت بألف خير بمناسبة شهر رمضان. وانت بالصحة والسلامة ان شاء الله. محمد احكي لنا عن العادات اللي بتقوموا فيها بشهر رمضان، الاشياء المميزة اللي بتختلف عن كل شهر. زينا زي وضع كل الناس، بنبدأ شهر رمضان بنبدأ نحضر ادوات السحور، الامور اللي زيك، الحاجات الاساسية في البيت. بنصير مثلا نزين بيوتنا في الفوانيس، في الامور اللي زيك، الحاجات الطبيعية اللي كل انسان بيبدأ يعيشها في شهر رمضان. وبيبدأ الواحد يحضر حاله للزيارة الرحم وما الرحم والأمور اللي زي هيك. قديش بتختلف العادات اللي بنعملها برمضان طبعا عن الأشهر الثانية، وإلها طعم ثاني ونكهة ثانية؟ هي الأحلى ما فيها جمعة البيت كله، يعني تجمع البيت من فوق لتحت، من أخوك الصغير لأكبر واحد، والأكلة الصفرة الجاهزة جمعتنا على الصفرة زي ما بيقولوا. يعني هي أحلى حاجة في رمضان كله بعد الواحد ما يرضي ربه طبعا. إن شاء الله أكيد لازم يكون هذا الشيء موجود دائما، طبعا هو شهر تقرب بشكل أكبر إلى الله تعالى. كمان حابين نعرف شو فطورك اليوم. فطورنا اليوم اللهم صل على سيدنا محمد، معجنات وتبولة وأمور زي هيك. صحة وهنا يا رب، كل عام وإنت بألف خير. وإنت بألف خير إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، لهم بتكون خلصت فقرتنا بقطاع غزة، وتعرفنا على أبرز العادات والتقاليد والطقوس اليومية اللي بيقوموا فيها أهلنا بقطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك. إليك زميلتي علا بالاستديو. شكرا لك سماح، ونتمنى كل الخير إليك ولكل أهلنا في القطاع الحبيب. مشاهدينا الأعزاء، هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا بكرة قبل الإفطار لنروح سوا في جولة فلسطينية وعربية جديدة، نتعرف من خلالها على العادات والطقوس العربية المختلفة. وأخيرا بتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا.